تخيل تحلم بحلم غريب، مثلا تلاقي ناس بتطير، او واحد راس تفاحه، او واحد تاني بيدخن مناخيره، وتصحى تلاقي كل الحاجات دي متجسده ومرسومه جوه لوحات. وده ببساطه السرياليه اللي انا هتكلم عنها النهارده. ازيكم؟ النهارده هنكمل باقي كلامنا عن المدارس الفنيه، وهنتكلم عن السرياليه او السرياليزم. مع بدايه الحرب العالميه الاولى وكل الكوارث اللي حصلت في الوقت ده من دمار ومن مجاعه وموت، انتشرت حركه فنيه اسمها الداده، وهي حركه كانت بتهدف ان هي تبقى ضد الواقع اللاوعي فوق العقلاني، وهي كانت بمثابه احتجاج او رد فعل على الدمار اللي حصل في الحرب في الوقت ده. الحركه دي ابتدت عام 1916 ل 1922 عشان يجي بعدها حركه اسمها السرياليه، كأنها امتداد للحركة دي. فعام 1924 قرر الكاتب والشاعر والطبيب النفسي الفرنسي أندري بريتون ان هو يأسس حركة ثقافية اسمها السريالية. واللي شجعه على ده ان هو كان طبيب نفسي وكان بيشتغل في مستشفى الأمراض العصبية، وكان بيشوف حالة الصدمة عند الجنود من الحرب، وكان بيطبق طرق التحليل النفسي للطبيب النفسي المشهور سيجموند فرويد. أندري شاف ان وجود حركة زي دي بمثابة احتجاج على الواقع اللي كانوا عايشين فيه، وان هو بيديهم الحرية يعبروا عن اللي جواهم. نتكلم ونشوف يعني ايه سريالية وجت منين. سريالية دي كانت حركة ثقافية، يعني كانت موجودة في الفن، في الكتابة، في المسرح، في السياسة. سريالية يعني فوق الواقع، يعني التخيل اللاوعي، الاحلام الغريبة اللي احنا بنشوفها فبنطلع نرسمها او نكتبها على ورق. هي بتعبر عن عقلنا الباطن باستخدام رموز حقيقية من حياتنا، واللي هي بالمناسبة ممكن تبان ان هي غريبة وممكن تكون تلقائية، يعني الفنان شاف حاجة فكرة فرسمها، او ممكن تكون وراها مغزى. مثلا عشان اوضح لكم، زي الرسمه للفنان البلجيكي ريني ماجريت ذا سون اوف مان، او ابن الانسان او البني ادم، هو رسم شخص قدام راسه فيه تفاحه. ممكن يكون هو رسمها كده لان هو تخيل المنظر كده، او ممكن تكون بسبب مغزى او وراها مغزى زي ما هنتكلم في اخر الفيديو. السرياليه كانت موجوده في فتره الحرب العالميه الاولى والثانيه، وابتدت الاول في مجال الكتابه وبعد كده انضم ليهم الفن. ابتدت الاول في باريس، كانوا متاثرين بالطبيب النفسي سيجموند فرويد، وخصوصا كتابه تفسير الاحلام، واللي كان بيناقش فيه ايه هي المعنى من وراء الاحلام دي واللاوعي عموما، وده الاساس اللي اتبنى عليه السرياليه. سيجموند كان بيقول ان الاحلام دي عباره عن رموز، وعشان تتفهم محتاج الرموز دي تتحل، وده اللي ألهم الفنانين السرياليين ان هم يستخدموا رموز من الحياه الطبيعيه عشان يوصفوا اللاوعي او عقلهم الباطن. كمان كان بيقول ان اللاوعي ممكن نفهمه ونربطه بعلم الميثولوجي، وهو علم الاساطير، وده اللي خلى كتير من الفنانين السرياليين يستخدموا الميثولوجي في لوحاتهم. مؤسس السريالية أندري بريتون اللي ألهمه اسم سريالي هو الكاتب الفرنسي أبولينير، اللي كتب مسرحيته أسداء تريسيوس، واللي وصفها بعد كده باسم سريالي، واللي أخدها أندري بريتون الاسم ده عشان يوصف الحركة الفنية بتاعته. بعد كده بريتون نزل بيانين اللي وضح فيهم أهداف السريالية، وكونوا مجموعة من الفنانين هنتكلم عنهم في آخر الفيديو. وأهم الفنانين السرياليين هم كانوا جين إيرب، ماكس إرنست، أندري ماسون، ريني ماجريت، سلفادور دالي، ييف ستونجي، وجون ميرو. كمان كانوا بينشروا أعمالهم وكل ما يخص الحركة بتاعتهم في مجلات وصحف، وكانوا شايفين إن دي وسيلة قوية في نشر حركتهم الفنية. كانوا مهتمين بتكنيك اسمه الأوتوماتيزم، وده يعني أنت ترسم أو تكتب بشكل تلقائي من غير أي ترتيب مسبق، زي بالظبط عملية التنفس ما هي عملية تلقائية. السرياليين كانوا يبانوا ناس غريبة، يعني مثلا الفنان سلفادور دالي قبل كده حضر معرض عام 1936 بيتكلم فيه عن أهداف السريالية، جه وهو لابس بدلة غوص، وبرر لده بيقول إن السرياليين عبارة عن غواصين بيغوصوا للاوعي عشان يطلعوا ويشاركونا بالكنوز اللي لقيوها. ما علينا، يعني يقال إن السريالية انتهت مع بداية الحرب العالمية الثانية، أو مع وفاة مؤسسها أندري بريتون عام 1966. السريالية كان أسلوب جديد ومختلف، وكان بمثابة ثورة في فرنسا. أتمنى يكون الموضوع وصل لكم بشكل بسيط. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، خليكم متابعين عشان باقي المدارس الفنية. هسيبكم دلوقتي تشوفوا باقي أعمال لباقي الفنانين. شكرا.